صباح الخير استاذ. اهلين، صباح النور، مين معي؟ انا اسمي رشا. عفوا، انت حضرتك بمين عم تتصلي؟ مو الاستاذ عروة؟ ايه بلا عروة، تفضلي يا صبية، كيف اقدر اخدمك؟ ما بدي منك شيء. ما فهمت، لكن ليش عم تتصلي؟ استاذ انا بس حابة اتعرف عليك. انت من وين عم تحكي؟ قصدي يعني انت هلا هون بالشام؟ اي بالشام. وسامع هاي الانفجارات؟ نعم سامعتها. خايفة؟ مو كتير. لكن ليش عم ترجفي؟ عم ارجف؟ ما عم ارجف، بس واضح من صوتك انك خايفة. لا والله ماني خايفة، بس يمكن برداني شوي. يمكن؟ يعني مو عارفاني حالك؟ برد وعتمة. وجوع؟ جوعانة؟ لا اتعشيت. طيب الحمد لله، منيح انه نفدنا من هي. ما قلتي لي من وين جبتي رقمي؟ جبته. جبتي نفس الجواب. المهم هاتي لنشوف شو بقدر اخدمك، شو بدك مني؟ قلت لك ما بدي منك شيء. لكن ليش عم تتصلي؟ الساعة صارت فوق 3 الصبح، في حدا بيتصل بهيك وقت غير لسبب وجيه؟ يعني شو فرقت هذا الوقت او غيره؟ ما انا بعرف انك سهران وبعرف انك ما بتنام بالليل. ويا ترى هالمعرفة بتعطيكي الحق بإزعاجي مثلا؟ وين الإزعاج إذا أنت سهران؟ يعني ممكن تزعجي حدا تاني بالبيت؟ لا مو واردة. عفوا. أستاذ أنا بعرف إنك لحالك وبعرف إنك وحيد كتير. وأنتي من وين لك هالمعرفة؟ تابع أخبارك. تابع أخباري؟ من شان شو؟ قصدي ليش يعني؟ ما بعرف بالضبط ليش، ولا بعرف مشان شو. انت يا بنت سمعانة بحديث الطرشان شيء؟ بدك تتمسخر علي تمسخر، مو مهم. الو الو لو سمحت 100 وحدات. صفر 9.
مرحبا دكتور. اهلين وسهلين. شو مقطوع الكهرباء؟ شوفت عينك. طيب والعمل؟ طيب شو المشكله عندك؟ والله ما بعرف، انا عم بتغدى حسيت هيك كانه لما علي درسي هون. امتى بتيجي الكهرباء؟ يعني ايه بتيجي ما بعرف. طيب شو رايك تقعد لنشوف شو هي المشكله؟ شرف. اول مره هون؟ ايه والله، بس انا هون يعني قريب منك ساكن. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين، تفضل. اهلا وسهلا ومرحبا فيك. ممكن تفتح تمك لو سمحت؟ اها اها، هون في وجع؟ ايه ايه. شغلتك بسيطة، يعني بكل الحالات ما فينا نساوي شيء. راح اكتب لك على الانتيبيوتيك وشوية مسكن، الواضح انه في عندك شوية التهابات، وإذا استمر الوجع أنا جاهز. أهلا وسهلا فيك. مشكور دكتور. تفضل.